السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اسمي حسين، أعمل لدى شركة ميرسون إل سي، وهي شركة محاماة لشؤون الهجرة، مقرها في ولاية كاليفورنيا. يدور هذا الفيديو حول فرصة الدعوى القضائية الجماعية الجديدة التي سيعلن عنها مكتب ميرسون أرينا للفائزين في القرعة الأمريكية 2022. كمرجع مكتب ميرسون أرينا مثل العديد من الفائزين في القرعة الأمريكية 2020 و2021 في دعاوي قضائية متعددة. تم إصدار تأشيرات للكثير منهم ويعيشون بالفعل في الولايات المتحدة بالبطاقة الخضراء. حتى بعض منهم زوجين يعمل لدينا في المكتب. لم يتم إصدار التأشيرات للكثيرين بعد، لكن المحاكم أو المحكمة حجزت التأشيرات التي قد تكون مؤهلة للحصول عليها، وبالتالي نواصل محاربة الحكومة في تلك الدعاوى القضائية لتعظيم عدد التأشيرات التي يمكن أن نصدرها للمدعين في القضايا الدي بي 20 والدي بي 21، بغض النظر عن المدة التي سيستغرقها ذلك. من خلال هذا الفيديو نعلن الآن عن دعوى قضائية جديدة ستكون وسيلة للفائزين في القرعة الأمريكية 2022 لاستخدام النظام المحاكم للطعن في السياسات الوزارة الخارجية المسؤولة عن التأخير الغير معقول والحجب غير قانوني للفصل في طلبات الهجرة القرعة الأمريكية 2022. نعتقد أن خبرتنا في تمثيل الناجح للمختارين في القرعة الأمريكية في الدعاوى القضائية السابقة تجعلنا شراكة الأكثر تأهيلا لتمثيل الفائزين في الدي بي 22 في التغلب على العوائق التي تحاول دون إصدار التأشيرات. سيكون الأساس القانوني لهذه الدعوى بمثابة تحد لمشروعية سياسة الوزارة الخارجية المتجذرة في برقية بتاريخ 16 نوفمبر 2021، مراسلة من مكتب تأشيرات إلى جميع السفارات الأمريكية، والتي تشير إلى أن السفارات لديها الحرية التصرف في عدم إجراء مقابلات مع من تم تحديدهم في 2022. سنناقش أن البرقية تمثل تغييرا في سياسة الغير قانونية. كذلك سنطالب من المحكمة أن تأمر الوزارة الخارجية وكذلك مركز كنتاكي والسفارات بإدارة برنامج الدي في على النحو الذي يريده الكونغرس، أي بمعنى إصدار كل التأشيرات المتبقية 55,000 تأشيرة قبل 30 سبتمبر 2022، وإعلان السياسة التي تبطل الأولويات، بمعنى نظام الأولويات الغير قانوني، والأمر بالفصل في الدي في التأشيرات 2022 للمدعين المعنيين لدينا. هناك تاريخان مهمان يجب تذكرهما. موعد النهائي للانضمام إلى هذه الدعوى القضائية سيكون يوم السبت 30 أبريل 2022. ملاحظة: الموعد النهائي المحدد والذي ولن يتم تمديده تحت أي ظرف من الظروف، ومع ذلك يرجى أن تضع في اعتبارك أن المدعين الأقدم ينضمون إلى الدعوى القضائية كلما كان بإمكاننا دمج حقائق و يعني مدعيات المدعين في حججنا بشكل أفضل، مما سينتج عنه أقوى وتدعيم للشكوى وأكثرها إقناعا. إذا حاول الجميع الانضمام في 30 أبريل فلن يكون ذلك مثاليا. نحن نقدر كل من يختار المشاركة في وقت مبكرا. تاريخ تقديم الشكوى هو ثاني تاريخ مهم جدا يجب تذكره، وسيكون يوم الاثنين 16 ماي 2022. هناك متطلبان للمشاركة في هذه الدعوة. أولا، يجب أن يكون المحدد الفائز في القرعة الأمريكية 2022 قد أكمل وقد طلب وملأ استمارة دي اس 260 الخاصة به. ثانيا، لا يمكن للمختار الفائز في القرعة الأمريكية أن يكون مدعيا محددا في دعاوى قضائية معلقة أخرى بشأن طلب الدي بي 22.
دعونا نتحدث عن التكلفة المشاركة في هذه الدعوى القضائية. رسوم المحامي للمشاركة كمدعي في هذه الدعوى هي $1,500 لكل فائز في الدي في 22. تشمل هذه الرسوم تكلفة المشاركة جميع المستفيدين المشقين كمدعين بغض النظر عن حجم الأسرة. وبالتالي فإن أتعاب المحاماة للمختارين في الدي في الفردي هي $1,500، وأتعاب المحاماة للعائلة سواء كان المختار الدي في متزوج ولديه 4 أطفال فالمبلغ الذي سيدفعه هو $1,500 فقط، يعني لا يهم حجم العائلة. بعد ذلك دعونا نتحدث عن الشروط التي بموجبها دفع أتعاب المحاماة التي سنعتمد عليها، يعني يعتمدون بالدرجة الأولى على مكان تواجد محدد الفائزين في القرعة الأمريكية. بالنسبة للمختارين الفائزين في القرعة الأمريكية 2022 المقيمين في أفغانستان أو كوبا أو إيران أو نيبال أو فلسطين أو أوكرانيا أو اليمن أو في أي بلد في إفريقيا فإن الدفعة الأولية للمشاركة ستكون $0، يعني لا شيء. والرصيد المتبقي البالغ $1,500 سيكون مستحقا في 6 متتاليات أقساط شهريا بقيمة $250 عند إصدار التأشيرة، يعني عند أخذك الفيزا من القنصلية. بالنسبة للمختارين الفائزين في الدي في 2022 المقيمين في جميع البلدان الأخرى غير التي ذكرت آنفا، فإن الدفعة الأولية للمشاركة ستكون $500، والباقي يعني $1,000 سيكون مستحقا بالكامل عند إصدار التأشيرة التنوع للمختار الدي في 22. ملاحظة، نقبل بطاقة الائتمان وكذلك بطاقة الخصم والتحويل البنكي، يعني مثل ويستر يونيون، إجراء الدفع فقط وليس إرسال الأموال، لأنه لا يمكنك استخدام إرسال الأموال لإرسال الأموال إلى شركة، أو باستعمال تطبيق زيلي. سوف تجد تعليمات دفع المفصلة وبأكثر تدقيق عند تسجيلك في الدعوى القضائية. لدينا بعض الأمور وبعض الإفصاحات الهامة. أولا، ليس هناك من يضمن أن تؤدي المشاركة في هذه الدعوى إلى إصدار التأشيرة، بمعنى أنها غير مضمونة للحصولك على التأشيرة. ثانيا، عندما تقوم بتعييننا في هذه الدعوة فإنك تقوم بتعييننا لتمثيلك أمام المحكمة، أنت لا توظفنا ولا تعيننا لتمثيلك أمام مركز كنتاكي أو السفارة. ستظل أنت مسؤولا عن التواصل مع كنتاكي وكذلك السفارة بشأن طلب التأشيرة الفردي الخاص بك. ثالثا، إذ لم تنضم إلى هذه الدعوة أثناء الإعداد، يعني أثناء التسجيل في الفترة المحددة، فلن تتمكن من الانضمام إلى هذه الدعوة لاحقا. تشبه هذه الدعوة إلى حد كبير قطارا، وبمجرد أن يغادر القطار المحطة فليس من مصلحة الركاب إيقاف القطار للعودة والنقل مزيد من الركاب. لذلك من المهم أن تتخذ قرارك بشأن ما إذا كنت ترغب في المشاركة في هذه الدعوة قبل الانتهاء فترة التأهيل، ولك الاختيار في فعل ذلك، ولا يجبرك أحدا على القيام بذلك. في هذه المرحلة لا نعرف ما إذا كنا سنقدم الدعوة القضائية الجماعية المستقبلية للمختارين الدي في 22. أخيرا، شكرا لك على وقتك في مشاهدة هذا الفيديو. إذا كنت تشاهد على اليوتيوب فقم بالاشتراك أدناه، لأننا نأمل في المشاركة المزيد من المقاطع الفيديو وربما البث المباشر الذي يكون عبر هذه القناة من خلال الأسئلة والأجوبة حول التقدم التقاضي الخاصة بالدي في 2022 في المستقبل.
وأشكرك على مشاهدتك على هذا الفيديو، ونتمنى لك حظ موفق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وفي أمان الله وحفظه. Hi, this is Curtis Morrison. If you like this video, like and subscribe. Thank you.